صباح الخير. المحاضرات إن شاء الله راح نكمل السلايدات الباقية من المحاضرة الماضية. إذا بتتذكروا كنا نحكي عن البيتا بلوكرز، صحيح؟ وطبعاً بلشنا نحكي عن البروبانولول اللي هو البروتوتايب of بيتا بلوكر، وهو نون سيلكتيف، وماشي. ولهذا السبب كنا نحكي عن الاكشنز إله، وشفنا انه كيف الاكشنز إله وايد سبريد. اوكي، بتوقع اخر شيء علقت على البرونكو كونستريكشن. اوكي، اعذروني صوتي بعده شوي متاثر من البحه. بالتالي البرونكو كونستريكشن علقنا عليه بالامس، وبالتالي الان نحكي كمان انه النون سيلكتيف بيتا بلوكرز كان كوز ديستربنسز ان جلوكوز ميتابوليزم. وسبب في ذلك إنه many aspects of glucose metabolism involve beta adrenoceptors، وبالتالي لما يصير blockage of the beta receptors هذا رح يؤدي إلى decreased glycogenolysis، okay، و decreased glucagon secretion، okay، which means that they will lead to a decrease in the production of glucose، وبالتالي level of glucose، and so this may cause hypoglycemia، okay، ويعتبر especially significant هذا الإشي إذا كان المريض مثلاً بياخد إنسولين which already poses the patient at risk of hypoglycemia، وبالتالي كمان إذا بياخد بيتا بلوكر ممكن يكون له effect، ماشي. وراح أرجع أعلق على هاي النقطة كمان، معلومة مهمة بعد كم سلايد. أوكي، وبالتالي بعد ما شفنا الفارماكولوجيكال actions of propranolol راح نحكي briefly طبعاً عن therapeutic uses. So, أولاً for the treatment of hypertension, okay. So we know, you know, in case of hypertension, propranolol lowers blood pressure by different mechanisms. Minha by decreasing cardiac output, inhibiting the renin release from the kidney, by decreasing the total peripheral resistance with long-term use. حكينا هذا الإشي يحدث, if you remember, and also by decreasing the sympathetic outflow from the CNS, okay, which أصلا إحنا بنعرف will produce increase in blood pressure، أوكي، لو كان موجود. برجع بعلق إنه البيتا بلوكرز بشكل عام مش very potent anti hypertensive drugs، أوكي، ولكن راح يشوف إنه many times المريض بيكون عنده hypertension concomitant مع other comorbidities that are treated with beta blockers، فبكون ممتاز بالحالة هاي، أوكي، أو المريض مثلا عنده tachycardia associated مع الهايبرتنشن، وبالحالة هاي كمان البيتا بلوكرز are especially useful. كمان one of the indications of propranolol هو الانجينا بكتوريس، و we know that in this case صح on exertion بصير طبعا chest pain due to the decreased blood flow okay to the heart. لكن طبعا باستخدام البيتا بلوكرز okay الاكسجين requirements of the heart muscles بتقل، ماشي، وبالتالي this will help in angina. بحالات الميوكاردال انفاركشن، اوكي، بريفلي راح نحكي انه البروبرانولول وبشكل عام البيتا بلوكرز لها بروتكتيف افكت اون ذا مايوكارديوم، اوكي، وبالتالي they are indicated after a myocardial infarction to prevent a second heart attack. وكمان من الافكت وجدوا انه الادمنستريشن اوف بيتا بلوكرز immediately after MI, a myocardial infarction, reduces the infarct size and hasten, يعني بصير faster recover. Okay. والميكانيزم اللي بصير فيه، صحيح أنا ما كبرت الشاشة، sorry about that. كنت لسه بشتغل على سلايدات من فضل. Okay. So, البيتا بلوكرز مبين إن لسه مش مصحصح. Whatever. البيتا بلوكرز حكينا لما نعطيه just after الميوكارديال infarction will prevent اللي هي the infarct size to increase and also will fast يعني يخلي الريكوفري اسرع الريكوفري. Now كيف بصير هذا الاشي؟ عن طريق اللي هو block of the sympathetic stimulation by blocking the circulating catecholamine effect. Okay. يعني هلا بعد الام اي لو ضل يعني لو ما استخدمنا البيتا بلوكرز الكاتيكولامينز راح تكون اصلا هي موجوده بكثره due to sympathetic stimulation، وهذا راح يؤدي او كان راح يؤدي طبعا الى increase of oxygen demand على الهارت، والهارت هو already ischemic،
اوكي، وبالتالي احنا بنعطي البيتا بلوكرز راح يقلل من الافكت او الاكشن اوف كاتيكولامين، وبالتالي بريفنت اللي هي مور كومبليكيشن. اوكي، كمان وجدوا انه اعطاء البروبرانولول بالذات افتر ام اي كان ريديوس ذا انسيدنس اوف اريثميس، اوكي، وما ينتج عنها من ديث. اوكي، ف اذا راح نشوف انه الرولز اوف beta blockers during MI or after MI is paramount. كمان واحدة من the uses of propranolol المايغرين. اوكي، طبعا احنا بنعرف المايغرين هي الشقيقة، ووجدوا انه non-selected beta blockers البروبرانولول منهم can or are effective to reduce the episode of migraine when used prophylactically. okay, so احنا البروبانولول لا يستخدم لعلاج اللي هي نوبة المايغرين لما تصير، وانما لما نستخدمه regularly will prevent okay حدوث النوبات المايغرين. okay, and of course البروبانولول is extremely useful بهاي الحالة because as we said it has got a good CNS penetration. okay, وبالتالي it is effective for this indication. Another indication هو hyperthyroidism. And I guess you remember, صح؟ بحالات الثيرويد ستورم for example. Okay, احنا في عندنا increased or exaggerated sympathetic outflow وممكن يدخل المريض إلى مثلا hypertensive crisis. وبالتالي احنا حتى نمنع symptoms of thyroid storm we give the patient beta blockers, okay, in order to blunt these effects. Okay. بالإضافة لذلك ممكن يعمل prevention, حكينا إحنا من hypertensive crisis, and also to prevent cardiac arrhythmias. Okay. بحالات الثيرويد ستور. من الadverse effect of beta blockers, حكينا هو bronchoconstriction. فplease يعني go back and listen to my comment على هذا الموضوع the previous lecture. كمان الأرثميس ممكن تصير مع البيتا بلوكر. اوكي، احنا بنعرف انه البيتا بلوكرز اصلا هو من الادويه اللي بنستخدمها for the treatment of supraventricular tachycardia حكي سميناها او أرثميس. اوكي، وكمان الخوف من الأرثميس مع البيتا بلوكرز بيجي مع الابربت discontinuation. عشان هيك احنا البيتا بلوكرز من الادويه اللي دائما احنا بنعلم المريض انه ما يوقفها فجاه، ماشي، وبنعلمه انه او حتى اذا قررنا انه نعمل discontinuation للبيتا بلوكر فلازم ينعمل له tapering down gradually okay in order to prevent rebound tachycardia. ماشي، معروف انه البيتا بلوكرز اذا كانت تستخدم لمده ثم وقفناها فجاه راح يصير عندي أرثميس. اوكي، وهي الأرثميس ممكن تكون سيفير. اوكي، طبعا ايش السبب او ايش الميكانيزم لهذا الاشي؟ اوكي، انه لما احنا نستخدم لونج تيرم تريتمنت وذ بيتا انتاغونست الجسم از ا ريسبونس راح يعمل اب ريجوليشن اوف ذا بيتا ريسبتورز، يعني راح يصير في عندي عدد كبير من البيتا ريسبتورز. اوكي، فاذا انا وقفت البيتا بلوكرز اوكي راح يبلش او راح يصير في عندي عدد كبير من الريسبتورز مكشوفة، سميها هيك لتوصيل الفكرة، وبالتالي راح تصير هي more sensitive للكاتيكولامين stimulation. اوكي، وهذا بالتالي مثلا اذا كان المريض اصلا عنده انجينا راح يعمل worsening، اذا كان بياخذ البيتا بلوكرز للهايبرتنشن كمان راح يصير عنده increase ممكن سيفير بالبلد بريشر. اوكي، طيب نحكي شوي عن الميتابوليك ديستربنسز كمان that are associated and are considered adverse effects of propranolol. As we said, the beta blockers, okay, راح يقللوا glycogenolysis، راح يقللوا glucagon secretion، وبالتالي ممكن يصير fasting hypoglycemia. okay، هلا كمان الإشي that is clinically significant، okay، إنه البيتا بلوكرز may mask the counter-regulatory effects of catecholamines during hypoglycemia, which means إنه المريض اللي عنده اللي بيصير عنده هايبوغلايسيميا عادة بالوضع الطبيعي يعني إذا ما كانش ياخد بيتا بلوكرز بيصير عنده symptoms معينة، صح؟
مثلا تريمر، تاكيكارديا، نيرفسنس، فهمتوا كيف؟ فهاي الأعراض اللي إحنا دائما بنعلم مريض السكري عليها، خاصة إذا كان يأخذ درج بيسبب هايبوغلايسيميا زي الإنسولين، صح؟ بنعلمه هاي السيمتومز حتى يعرف إنه عم بيدخل به هايبوغلايسيميك إبيسود ويتصرف، ماشي؟ للأسف الشديد بعض من هاي السيمتومز بيستخدم البيتا بلوكرز بيتوقفوا، ماشي؟ هذا سيد تريمور تاكيكارديا بالذات، أوكي، والنيرفسنس، سي إن إس سايد إفكت، وبالتالي ممكن المريض يدخل بهايبوغلايسيميا وما يحس، ما ينتبه، ماشي؟ فهذا الإشي طبعاً is particularly significant، ماشي؟ non-selective. طيب الآن كمان من الـ adverse effects of propranolol اللي هي إنه إلها harmful effect على الـ triglyceride أو الليبيدز بشكل عام، أوكي؟ وجدوا إنه المرضى اللي بياخدوا propranolol أو non-selective beta blockers بصير عندهم increase بالـ low density كوليسترول، أوكي، بصير increase بالtriglycerides levels وبصير decrease بالhigh density lipoprotein، أوكي، so increase طبعاً باللو density lipoprotein طبعاً هذا مشكلة، صح؟ والincrease بالtriglycerides لأنه may increase the risk of MI، صح؟ أو اللي هي ischemic diseases، وبالتالي we should pay attention لهاي النقطة. Okay. Now, كيف بصير هذه lipid disturbances by activation of beta 2 and beta 3 receptors in fat cells, okay, in the adipose tissue. هذا رح يعمل, as we say, if you remember, activation of lipase. وهذا lipase هو المسؤول عن metabolism of triglycerides into free fatty acids. By using beta blockers, هذا metabolism is blocked. وبالتالي ممكن يصير في accumulation أو increase levels of triglycerides. البروبرانولول له CNS side effects واضحة زي depression, dizziness, lethargy, fatigue and weakness, visual disturbances, hallucinations, emotional lability, vivid dreams بما فيها including nightmares and depression. إذا a wide spectrum of CNS side effects ممكن تصير مع البروبرانولول. حكينا due to its entrance, okay, to the CNS. كلمة vivid dreams, okay, تعرفوا شو يعني vivid dream؟ شكرا اليوم ما في حدا معي بده يشارك. طيب vivid dreams يعني إنه الحلم بكون جدا واقعي. ماشي يعني يستشعر فيه المريضة بطريقة جدا حقيقية، أوكي، واضحة صور واضحة، المشاعر فيه للمريض واضحة جدا، أوكي. فإت ماي هابن يعني إنه المريض ينحط على بروبانولول فور سم إنديكيشن يبلش يشكي من هيك إفكتس ممكن تكون ديستربينج. طيب الآن إحنا حكينا على البروبانولول ما فيه الكفاية، طولنا عليه شوي لأنه as we say هو البروتوتايب. الآن نحكي عن other beta blockers، رح يشوف إنهم يختلفوا بالselectivity، okay. النادولول والتيمولول for example these are non-selective، okay. meaning that they block both beta 1 and beta 2 adrenal receptor and they are actually more potent than propranolol، okay. النادولول for example بتميز إنه إله long duration of action ممكن يوصل to 24 hours، okay. والتيمولول ماشي له استخدام مهم اللي هو in reducing intraocular pressure بحالات الجلوكوما، اوكي، وكمان لنفس الانديكيشن احنا ممكن نستخدم البيتاكسولول والكارتيولول، ماشي. سو احنا في عندنا ophthalmic dosage forms of beta blockers من تيمولول او بيتاكسولول او كارتيولول that are used to decrease the intraocular pressure بحالات الجلوكوما، okay. كيف البيتا بلوكرز بيقللوا من الانتراوكيولار بريشر؟ عن طريق مش الانكريز الاوت فلو زي ما كانوا يشتغلوا عفوا الدراجز اللي حكيناها الكولينيرجيك، وانما هون هم راح يعملوا ديكريز بالبرودكشن اوف اكويوس هيومر by the ciliary body in the eye. احنا بنعرف ان الciliary body هو المسؤول عن انتاج
الأكوس هيومر. So in case إنه أنا في عندي impairment بال نحكي بالإليمينيشن أو الflow of of aqueous humor in the eye, ممكن واحدة من الميكانيزم إني أقلل منها is to decrease the production itself from the figure body. The beta blockers زي التيمولول بيشتغلوا بهاي الطريقة. ماشي. طبعا هذا الميكانيزم of action is convenient صح؟ لأنه مش راح يأثر لا على الميوسيس، يعني ما راح يسبب لا ميوسيس in the eye أوكي، ولا راح يغير هي البيوبل سايز أو إنه أو يعمل بلوكج فور إكزامبل على اللينس أوكي، وبالتالي it is more convenient ماشي for the treatment of glaucoma. As we said duration ممكن يكون up to 12 أو from 12 to 42 hours ونحكي عن الـ ophthalmic dosage form والonset is 30 minutes تمام. الآن رح نحكي عن البيتا بلوكرز اللي بيكون سيلكتيف وسيلكتيف للبيتا 1 أوكي، وبالتالي بسميهم كارديو سيلكتيف. وبنرجع نحكي إنه الكارديو سيلكتيفيتي is most pronounced at low doses بينما it is lost at high doses أوكي، so it is just a partial selectivity. ومجرد ما أنا الدواء اتواجد بـ high doses نفقد هاي السيلكتيفيتي تمام. The agents that are selective for beta 1 receptors عندنا الأسيبيوتولول، أتينولول، بيتاكسولول، بيزوبرولول، إزمولول، ميتوبرولول، النبيفولول. These agents are available وتستخدم commonly. And the action, pharmacological actions إلها إنه that they can lower blood pressure بحالات الهايبرتنشن. They increase exercise tolerance in angina. In general, the side effect اللي شفناها بالبروبانولول زي بي مثلاً الكربوهيدرات ميتابوليزم بالperiferal resistance صح اللي حكيناها. Usually these effects are less pronounced in case of cardio-selective beta blockers. ماشي. من الagents الإثمولول مميز إنه إله very short half-life. Okay, just 10 minutes. It is used as an IV infusion لهذا السبب. Okay, يعني short action, the duration of action is very short, وبالتالي يستخدم as an IV infusion. طبعاً لأنه is so short and rapid onset إله كمان. Okay, وcan be given IV, فهو يستخدم بحالات ال hypertensive crisis اللي هي emergency or urgency. Hypertensive emergency or urgency اللي بحتاج أنا فيها to decrease the blood pressure بسرعة معينة. والإسمولول إذن هو خيار ممتاز لما أنا أحتاج إلى acute decrease بال blood pressure. بعدين لما إحنا نعطي دواء as IV infusion، هاي معلومة إضافية خلينا نحكي لكم إياها، أي دواء أنا بعطيه as IV infusion إله إله convenience معينة إنه أنا بقدر بسهولة أغير الـ rate of infusion للدروغ، وبالتالي بغير عن الدوز اللي بياخدها المريض according to the response. فهمتوا كيف؟ فأنا مثلا مريض ارتفع عنده الضغط بشكل exaggerated، يعني دخل بـ hypertensive emergency let's say، بدخل بالمستشفى بعطيه إثمولول IV infusion صح؟ ببلش بدوز معينة، بعدين ما تطلع الـ blood pressure حسب الـ response to the drug ممكن أنا أبلش أزيد أو أقلل من الدوز minute to minute الكنترول بيكون. هذا بيعطيني very precise control للtherapeutic effect اللي أنا بدي إياها. أوكي. فهاي واحدة من أهم فوائد إعطاء drug مثلا as IV infusion. يعني ممكن بسهولة عمل أتحكم بالدوز minute to minute. يعني ممكن بالدقيقة الواحدة أغير الدوز according to the response. أوكي. طبعا المريض بيكون بده monitor. يعمل continuous monitoring للvital signs. Okay. بالنسبة للنبيفولول إله كمان من مميزاته إنه it releases nitric oxide from endothelial cells وبالتالي it causes vasodilation. يعني هاي شغلة peculiar للنبيفولول. The therapeutic uses of selective beta 1 antagonists, they are useful in hypertensive patients with impaired pulmonary function لأنه حكينا ما في effect على الrespiratory function. It is the first line, or they are the first line therapy for chronic stable angina. Okay.
two of these medications, the beta select, beta 1 selective, اللي هم البيزوبرولول والميتوبرولول, are indicated for the management of chronic heart failure. Okay. Pay attention, إنه الميتوبرولول is indicated بالextended release formulation. تمام؟ Okay. So إحنا بنعرف أكيد أخذتوها بالكارديوفاسكولار. I'm not going to go through that extensively. لكن إحنا بنعرف إنه التفكير المنطقي يقول إني أنا أترك البيتا بلوكر في حالات الهارت فيلير, لأنه يعني بدون إشي الهارت is failing. تمام؟ لكن هم وجدوا بالكلينيكال ترايل أوكي إنه بالعكس a few, هم ثلاثة agents رح نذكرهم of the beta blockers are indicated بحالات الchronic heart failure, okay, because they improve the functioning of the heart والoutcome, كالعادة إحنا دائما بندور على الoutcome, وهم البيسوبرولول with sustained release أو extended release metoprolol. ماشي, رح نشوف كمان agent later ينتمي إلى class مختلفة. These drugs, as we said, إلها less peripheral effects, وبالتالي الإفكت إلها على الفاسكولار بيتا 2 receptors is limited. وهذا يعني إنه رينال فينومينوم اللي بيصير في بيزو كونستريكشن بالبريفري is less frequent باستخدام سيلكتيف بيتا 1 antagonist, لما أقارنهم طبعا مع نون سيلكتيف المقصود هون. أوكي. الآن في عندنا a couple of agents من البيتا بلوكرز اللي هم الأسيبيوتولول والبندولول. These have partial agonist activity. Okay. شو يعني؟ إنه they are not pure antagonists. Okay. They are others. وإنما they also have the ability to weakly stimulate beta 1 and beta 2 receptors. Okay. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية, يعني شو يعني weakly stimulate؟ يعني antagonist. يعني إلهم both mixed. Antagonist and agonist effect على البيتا, على البيتا receptor. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية من مميزاتهم إنه they have intrinsic sympathomimetic activity. إيش يعني؟ That they can produce sympathetic stimulation كأنهم كاتيكولامين بالجسم. أوكي. طبعاً هذا رح يعطيهم specifications معينة. أوكي. So اللي بصير إنه هم طبعاً بالنهاية أنا بستخدمهم كبيتا بلوكرز. خلينا نحكي الأفكت السائدة إلهم إنهم هم بلوكرز. ليش بلوكرز؟ لأنه صح هم بيرتبطوا بالبيتا ريسبتورز وبيعملوا لهم سم ستيميوليشن. أوكي. لكن وجودهم على الريسبتور بيعمل بلوكينج للريسبتور against اللي هي الاندوجينوس كاتيكولامينز اللي هي طبعا موجود, اللي هي طبعا much more potent than these agents. أوكي. وبتعمل sympathetic stimulation. أوكي. So أنا لما هدول الدراج صح إن هم رح يرتبطوا بالريسبتور ويعملوا some sort of stimulation. أوكي. لكن وجودهم على الريسبتور رح يعمل بلوك للكاتيكولامينز اللي هي الاندوجينوس كاتيكولامينز من إنها ترتبط معها. أوكي. وبالتالي أنا بعتبر إنه الأفكت اللي هم is mostly inhibitory, يعني blocking rather than stimulating أو اللي هو agonist. أوكي. These beta blockers اللي حكينا إلهم intrinsic sympathomimetic effect, okay, are effective in hypertension patients with moderate bradycardia. Okay, ليش؟ لأنه they will produce a little increase or a little decrease in the heart rate. Okay, now beta blockers, okay, they are effective in hypertension patients with moderate bradycardia because they produce a little increase. Sorry, increase, not decrease in heart rate. أصلاً إحنا بنحكي عن sympathetic effect إلهم. Okay, so pay attention. Hold. So طبعاً بس لنفس السبب, يعني وجود sympathomimetic intrinsic activity لهاي medications رح تخليها not used or not appropriate for use in stable angina or arrhythmias because of these partial agonist effects. تمام. الآن بدنا نحكي عن two drugs إلهم كمان peculiar mechanism, labetalol والcarvedilol, بتميزوا إنه they are antagonists of both alpha and beta adrenal receptor. Okay. So labetalol and carvedilol are non-selective beta blockers. Okay, أول إشي. And they also have concurrent alpha 1 blocking actions. Okay. And the alpha 1 blocking actions رح يعمل peripheral vasodilation, and this of course contributes to reducing blood pressure even more. Okay.
ناو الكاربيدينول كمان له افكت خاص فيه which is to decrease lipid peroxidation, okay, and also it decreases vascular wall thickening. وبالتالي هاي الافكت بتكون useful بحالات الهارت فيلر. وبالتالي الكاربيدينول هو الدواء الثالث which is also indicated to be used be in the treatment of a stable heart failure. Okay, so it decreases lipid peroxidation and thickening of the vascular wall. اللابتالول interestingly كمان من البيتا بلوكرز اللي إلها أو that are indicated in case of pregnancy induced hypertension. Okay, إحنا حكينا الميثيل دوبا هو the first line of choice. كمان alternatively ممكن أستخدم اللابتالول as an alternative to methyldopa. Okay, واللابتالول كمان بيجي as IV infusion و it has short duration of action. Okay, وعلى هذا السبب نستخدمه بالhypertensive emergency. Okay, ذكرنا الإزمولول previously لنفس الindication, واللابتالول كمان يحمل نفس الindication which is the treatment of hypertensive emergency. تمام؟ طبعا as we said, بشكل عام, البيتا بلوكرز should not be given to patients with acute exacerbation of heart failure. Okay. لأنه it may, of course, or they may worsen their condition. ولكن the three agents اللي ذكرناهم, الكاربيدينول والميتوبرولول والبيزوبرولول, okay, are beneficial in patients with stable chronic heart failure. انتبهوا. نحكي عن stable heart failure. ماشي؟ وحكينا this beneficial effect بالheart failure لهدول الثري agents بيجي من blocking of the sympathetic effect على الheart. Okay. والsympathetic stimulation over time على الheart will cause worsening of the heart failure. Okay. وبالتالي أنا لما أستخدم هدول الثري agents ممكن أعمل block أو decrease the sympathetic effect على the failing heart وبالتالي أطول أو أخر اللي هي الـ loss of function. Okay. نرجع نحكي كيف قرروا أو كيف عرفوا إن هدول الـ three agents كاربيدينول, ميتوبرولول, بيزوبرولول هم الـ indicated for heart failure. عملوا many clinical trials. Okay. وجدوا إنه الـ other beta blockers ما كان إلها effect أو كان تعطيني adverse effects أو worsening of the case. بينما كاربيدينول, ميتوبرولول, بيزوبرولول وجدوا إنه they are protecting for the heart وبالتالي they can improve حالة المريض اللي عنده chronic stable heart failure. تمام؟ So by this نكون حكينا عن ال adrenergic antagonist. I hope everything was clear. حدا عنده مداخلة أو سؤال؟ Okay, so I will start